كيس نمبر 1، تم مقياس الجلوكوز والفركتوزامين. مطلوب ان احنا نعرف هل type of diabetes is controlled or not. كمان مطلوب ان احنا نكتب الاذر laboratory finding of diabetes mellitus expected in this case. الحالة دي عبارة عن not controlled diabetes mellitus case نتيجة لزيادة الفركتوزامين. الفركتوزامين اعلى من الطبيعي، وزيادة الفركتوزامين indicate persistent hyperglycemia at least for 3 weeks. طالما الفركتوزامين زايد ده بيدينا indication ان المريض ما بياخدش اي علاج، وبالتالي بنسميها uncontrolled، لان عشان الفركتوزامين يزيد لازم يكون في persistent hyperglycemia، يعني الجلوكوز زايد بقاله 3 اسابيع. الاذر laboratory finding بتبقى عبارة عن ketonemia، زيادة الketone bodies، الهايبر كوليستيروليميا نتيجة لزيادة الليبيد، ديكريز في الصوديوم والبوتاسيوم، أسيدوزيس. كمان بيبقى فيه كومبليكيشن زي زيادة إنزيمات الليبر اللي هي الـ ALT والألكالين فوسفاتيز. كمان إنكريز مؤشرات الكيدني اللي هي البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين. بيحصل كمان زيادة في الجلايكوزيليتد هيموجلوبين، وبعض التغيرات في اليورين زي الجلوكوز يوريا، الهاي سبيسيفيك جرافيتي والبروتين يوريا، وكلها بتدي انديكيشن عن الانكنترول كومبليكيتد دايابيتس ميلتس. كيس نمبر 2، تم قياس فيها البي اتش والبارشال كاربون دايوكسيد تنشن والكربونيك اسيد والبايكربونيت كلورايد وكمان الان ميجرد كاتيون والان ميجرد ان. المطلوب ان احنا نكتب ريبورت او كومنت على الكيس، ونكتب سبب اي كومنت هنكتب. كمان مطلوب ان احنا نكتب the expected compensatory mechanism، وكمان مطلوب ان احنا نعمل calculation للانيون جاب ونعمل interpret للريزلت، يعني لو زاد نكتب اسباب الزيادة ولو قل نكتب اسباب الديكريس. الحالة دي عبارة عن metabolic acidosis نتيجة لان ال pH اقل من 7.4، فمعنى كده ان هي acidosis. الحاجة التانية في decrease في البايكربونيت، وده انديكيت ان هي ميتابوليك ديستربنس، وطالما في ديكريز ده انديكيت ان فيه اسيدوزس، وبالتالي الحاله عباره عن ميتابوليك اسيدوزس. الكومبنساتوري ميكانيزم بتبقى عباره عن انكريز ريسبيراتوري ريت عشان يتخلص من الاسيد في صوره CO2، ولو الكيدني سليمه ما بتبقاش هي سبب المشكله، بتعمل كومبنسيشن عن طريق ان هي بتزود الاسيد excretion rate of sodium hydrogen exchange formation of ammonia وكمان البيكربونيت reabsorption، بتزود البرامتر دي كلها بحيث ان هي بتتخلص من الاسيد وبتحفظ كل البيز داخل الجسم. الانيون جاب بيساوي الانميجرد انيون ناقص الانميجرد كاتيون، لما بنحسبه بيدينا ريزلت هو 19 اعلى من الطبيعي اللي هو 12. الانتربريتيشن طالما في زياده في الانيون جاب ده انديكيت ان في دايابيتس ميليتس او كيتوزيس او اكيوت اند كرونيك رينال فيلير. الكيس نمبر 3، تم قياس الكوليسترول والترايجلسرايد. المطلوب ان احنا نعرف از ذير هايبرليبيديميا ولا لا. كمان مطلوب ان احنا نكتب الكومبليت انتربريتيشن اوف سيكندري هايبرليبيديميا. الكونديشن طبعا بنسميها هايبر كوليستروليميا، لكن ما بنسميهاش هايبر ليبيديميا، لان الزياده هنا بتبقى في الكوليسترول فقط، مفيش زياده في الترايجلسرايد، لان كلمه الهايبر ليبيديميا انفولفينج ليبيتد ليبيدز في البلد انكلودينج بوث هاي كوليسترول وهاي ترايجلسرايد، وبالتالي يبقى الحاله هنا عباره عن هايبر كوليستروليميا مش هايبر ليبيديميا. الانتربريتيشن اوف سيكندري هايبرليبيديميا تشمل بوست برانديال هايبوثايرويديز دايابيتس ميليتس هيباتيك ليبيدوزيس اكيوت بانكرياتيك نيكروزيس كوليستاسيس نيفروتيك سيندروم. كيس نمبر 4، تم قياس الاي جي جي والاي جي ام وكمان بقيه الاميونوجلوبين. المطلوب ان احنا نعرف وات تايب اوف جاموباسيز از بريزنت. كمان مطلوب ان احنا نعمل interpretation of this gamma-basis. النوع اللي انت هتلاقيه هتكتب الانتربريتيشن. الحالة هنا عبارة عن monoclonal gamma-basis، ده بيبقى نتيجة لان حصل increase only in one immunoglobulin from 5 immunoglobulins الموجودين في الجامعه area. احنا عارفين لما بنعمل electrophoresis للبلازما بروتين بتتقسم للالبومين الفا 1 الفا 2 بيتا والجامعه،
منطقة الجانة عبارة عن الاميونوجلوبين اللي هم الخمسة انتي بوديز، لو زادوا كلهم بنسميها بوليكولون، ولكن لو زاد واحد فقط منهم بنسميها المونوكولونال جاموباسيس. الانتربريتيشن اوف مونوكولونال جاموباسيس بيحصل في حالات بلازما سيل مايلوما، في حالات الليمفوما سام تايبس من الليمفوما، كمان في حالات الكرونيك انفكشنز، وكمان في حالات البناين مونوكولونال جاموباسيس. كيس نمبر 5، تم قياس التوتال بيلروبين والدايركت بيلروبين. المطلوب ان احنا نعرف what type of jaundice is present، وكمان بنكتب its laboratory finding، نكتب كل laboratory finding لنوع الjaundice اللي احنا هنشخصها. الحالة طبعا عبارة عن pre-hepatic jaundice. احنا هنا بنطرح الدايركت بيلروبين من التوتال بيلروبين عشان نجيب قيمة الاندايركت بيلروبين، ومن الواضح ان الدايركت بيلروبين طبيعي، فتبقى الزيادة في التوتال بالروبين عبارة عن انكريز في الاندايركت بالروبين due to excessive hemolysis. الدايركت بالروبين ليفل يبقى نورمال، وبالتالي الليفر از هيلثي والبايل داكت از اوبن. لابوراتوري فايندنج اوف بري هيباتيك جوندس، بيحصل انكريز ليفل اوف توتال بالروبين اندايركت بالروبين يوروبايلينجين ان ذا يورين ستيركوبايلينجين ان ذا ستول، بينما النورمال ليفل بيبقى للدايركت بيلروبين وكمان السيرم انزيمز اللي بتشمل الاي سي تي والاي ال بي والاي ال تي. الكيس نمبر 6، تم قياس البلد بي اتش البارشال كربون دايوكسيد تنشن الكربونيك اسيد والبايكربونات كونسنتريشن. المطلوب ان احنا نكتب كومنت على الكيس، كمان مطلوب ان احنا نكتب كل اسباب الكومنت اللي احنا هنكتبها. البي اتش في الحالة دي بيبقى اقل من 7.4، فبالتالي الحالة اسيدوزيس. اليورين بي اتش بتبقى اسيدك، وده بيدينا انديكيشن كمان على وجود الاسيدوزيس. التشينجز ان بارشال كربون دايوكسيد ليفل انديكيتيف اوف ريسبيراتوري بروبلم، وبالتالي طالما البارشال كربون دايوكسيد والكربونيك اسيد حصل لهم انكريز، ده بيدينا انديكيشن على ريسبيراتوري اسيدوزيس. بينما البايكربونات نورمال، لان البايكربونات هي اللي تدينا انديكيشن على الميتابوليك ديستربنس. الكيس نمبر 7، تم قياس السيرم اميليز واللايبيز والجلوكوز، وكمان تم عمل ستول اكزامينشن والابسوربشن تيست. المطلوب ان احنا نكتب كومنت او تشخيص للحاله، وكمان نكتب كل الاسباب. اللابوراتوري فايندنج الموجوده بتدينا انديكيشن ان في كرونيك بانكرياتايتس نتيجه لبعض التغيرات، منها اولا الستول ديستربنس. الستول ديستربنس indicate deficiency of digestive enzymes secreted by the pancreas to the intestine. هيبقى اول سبب يخلينا نشوف ان دي كرونيك بانكرياتايتس هو deficiency لديجستيف انزيم اللي تتفرز عن طريق البنكرياس، ده باين في التغيرات اللي احنا لقيناها في الستول. الحاجه الثانيه وهو decrease of absorption test also indicate that pancreatic enzymes are not sufficient to digest different food stuffs therefore its absorption decreased. بمعنى طالما في كرونيك بانكرياتايتس يبقى الدايجستيف انزيم اللي بتتفرز بالبنكرياس ما بتنزلش في الانتستين، وبالتالي عمليه الابسوربشن للكربوهيدرات او الليبيد او اي ماده بنحينها عن طريق الانتستين ما بتوصلش للبلد، عشان كده بيحصل ديكريز في الابسوربشن تيست. كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نقول ان الحاله دي عباره عن كرونيك بانكرياتايتس وهو انكريز الجلوكوز ليفل، لان انكريز البلد جلوكوز ليفل انديكيت ذات ذير از ا ديستراكشن ان بيتا سيل اوف ذا بانكرياس which is secrete insulin. This confirms chronic pancreatitis. بينما وجود النورمال ليفل of amylase and lipase in serum بالرغم من وجود البانكرياتيتس، لان البانكرياتيتس هنا عبارة عن chronic inflammation بيؤدي للفايبروزس للأسنر تيشو اللي هي بتفرز الاميليز واللايبيز، لان معظمها بيبقى تحول لكونكتيف تيشو، عشان كده الاميليز واللايبيز بيحصل لهم ديكريز وعشان كده بيقلوا في الانتستين، ولكن السيرم ليفل بيبقى نورمال لان كميات صغيره جدا اللي بتخرج من البنكرياس وبتوصل للبلد. كيس نمبر 8، تم قياس البلد يوريا نيتروجين والكرياتينين وكمان عمل اليورين اناليسيس. المطلوب ان احنا نكتب كومنت على الحاله، وكمان لازم نكتب ليه احنا شخصنا الحاله بالطريقه دي. اللابوراتوري فايندنج الموجوده بتدينا انديكيشن على البري رينال ازيتيميا،
لان في زياده في البلاد يوريا نيتروجين وكمان زياده في الكرياتين. والبريرينالازيتيميا بتحصل نتيجه للديكريز اوف رينال بيرفيوجن، كميه الدم اللي رايحه للكيدني بتقل، عشان كده عمليه الفلتريشن لليوريا والكرياتين بتقل. ده بيحصل في حالات الهايبوفوليميا وحالات الكاردياك ديسفانكشن اللي احنا بنسميها البريرينال كوزز. كمان اللي بيأكد ان هي بريرينال ازوتيميا هو عدم وجود او absence of بروتين يوريا and casts، وبالتالي there is no destruction in the kidney. كمان وجود التغيرات في اليورين اللي هي عبارة عن زيادة specific gravity بيدينا confirmation على decreased renal perfusion، لان ما بتقل كمية البلد اللي بتوصل للكيدني، الكيدني بتقلل كمية الووتر اللي بتنزل في اليورين، عشان كده بيحصل concentration للسولتس وبيدينا high specific gravity لليورين. كل ده بيأكد ان هي بريرينال ازوتيميا. الكيس نمبر 9 تم قياس السيرام سي كي والال دي اتش والاي اس تي. مطلوب ان احنا نكتب كومنت او تشخيص للحاله، وكمان نكتب كل الاسباب اللي خلتنا نشخص الحاله بالشكل ده. كمان مطلوب ان احنا نكتب الاذر اكسبكتد لابوراتوري فايند. انكريز السيرام سي كي والال دي اتش والاي اس تي اكتيفيتي انديكيتس ديجنريتيف اور نيكروتايزنج مسل انجر، وبالتالي الحاله عباره عن مسل ديزيز. من التلات انزيمات السي كي هو اللي بيبقى موست سنسيتيف انديكيتور فور مسل انجر، بيبقى مور سنسيتيف عن الاي اس تي والال دي اتش، لكن طالما التلاته زايدين معنى كده ان ده اكيد عباره عن مسل انجر. ونوع المسل هنا عباره عن سكيليتال مسل ديجنريشن، لان حصل زياده في انواع معينه من السي كي والال دي اتش اللي هي السي كي 3 والال دي اتش 5، الاثنين بيبقى سبيسيفيك للسكيليتال ماسل، عشان كده يبقى الحاله عباره عن سكيليتال ماسل ديجنريشن. الاذر لابوراتوري فايندنج اللي بنلاقيها في ديستراكشن للسكيليتال ماسل وهي عباره عن الميوجلوبين يوريا نتيجه للماسل ديستراكشن، الميوجلوبين بيزيد في الدم وعشان كده بينزل في اليورين. كمان بيبقى فيه هايبركاليميا نتيجه لان البوتاسيوم بيبقى موجود بهاي كونسنتريشن انتراسيلولار داخل الماسل، وبالتالي لما الماسل بتتكسر بيدينا هاي ليفل من البوتاسيوم في البلاد اللي احنا بنسميها الهايبركاليميا.